ايه يا اكرم، كلمتك كتير يا حبيبي ما بتردش عليا ليه؟ عايزاك في موضوع مهم. 20,000 جنيه دلوقتي حالا؟ ليه؟ ايه الهبل ده؟ طيب ماشي، اوكي، باي باي. انا اسف اني نزلتك وجبتك لحد هنا، ما كانش قدامي حل غير كده. الراجل اللي بيجيب لنا خضار الكافيهات عامل مشكله كبيره وطالب حسابه، والسيوله اللي موجوده مش مكفيه، فلازم يجيب فلوسه باي طريقه. خلاص يا اكرم، ماشي، خلي بالك من نفسك. الفلوس جات له، هنلعب للصبح. ايوه، ايه يا امير، هو ايه اللي كفايه؟ ما تسيبه يلعب كده ويعوض خسارته. يعوض ايه بس يا مي؟ جميله، ايه دي مصيبه، نهار اسود. قلت له 100 مره ما تجيبش جميله هنا، ما سمعش الكلام. على فكره انت السبب، انت السبب. كل شويه تقولي له هات فلوس من اختك، هات فلوس من اختك. وانا مالي يا امير؟ اصلا جميله ما تعرفش انا ساكنه فين، فقلت هتدي له فلوس وتمشي. انا مش عرفني يعني ان هي هتخش وراه. هي طبعا لما شافت عربيتك بره شكت، تبقى مصيبه لو قالت لماجي حاجه. ده ايه الليله النحس دي؟ يعني ايه مش فاهم؟ احنا هنكمل ولا مفيش نيه ولا ايه؟ مش فاهم. لا طبعا هنكمل. نكمل ايه انت كمان؟ هو انت مش فاهمه دي بتشتغل ايه؟ جميله استني يا جميله، استنى لما البوليس يجي يقول لي انت بتهببي هنا. اقول لهم ايه؟ اقول لهم اخويا ما خافش عليا وجرجرني في نصوص الليالي لحد ما جابني مكان مشبوه زي ده. قمار يا اكرم، بتلعب قمار؟ اتاري ابوك ما سابلكش ولا جنيه قبل ما يموت، كان عارف الهباب اللي بتهببه. انت ممكن تهدي وتسمعيني؟ اسمع ايه؟ هتدافع عن نفسك؟ هتدافع عن نفسك تقول ايه؟ انت مش مكسوف على دمك؟ مكسوف من ايه؟ وانا اجرمت؟ يعني حرامي وبجح؟ انا ما سرقتش حاجه من حد يا جميله، واذا كان على الفلوس انا خدتها منك اعتبره جزء من الحساب اللي عندك. حساب ايه يا ابو حساب؟ اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.